احنا عرفنا انه الجمعية اللي حضرتك بترقصها تقدمت فعلا ببعض البلاغات ضد المحتكرين اللي حضرتك اسمتهم بالانتهازيين، زي مين؟ وطبعا احنا يعني اللي طالبنا بيه الحقيقة برضه عشان ما نتركش ما نفتحش الموضوع، طالبنا الجهاز بانه يشتغل يعمل تقرير عن المنافسة في سوقين 3-4. احنا بنتكلم عن جهاز حماية المنافسة. ايوه احنا حماية المنافسة، ما هو ده بلاغ لجهاز حماية المنافسة اللي هو خاص بالاحتكار. قلنا لهم انه لما يبقى مثلا عندي تجار رز في يوم واحد يزودوا مع بعض لازم نعمل وقفة. لما بتاع الدقيق يزود في يوم او في 3 ايام 3000 جنيه مرة واحدة وبمعدل ثابت كلهم مع بعض. تمام؟ يعني كما لو انه هناك من يوحي الى زي ما يكون في عفريت اتفاق سري كده يعني. لا في عفريت. استنى بقى، انت قلت ايه؟ اتفاق سري. ده اسمه اتفاق سري مسبق. او اتفاق افقي مسبق. يعني ايه؟ احنا قعدنا انا واحمد وحضرتك والاستاذه واحنا بنتاجر في رز، احنا الاربعه او ربنا يدينا ويديكم ان شاء الله. تمام؟ واحنا والناس اللي في الاستوديو معانا وعملنا اجتماع كده وقلنا اقول لك ايه، انت الاستاذه يوستين، الاستاذ يوستين والاستاذ مين بكره واحمد، بكره هنبيع الرز ب5 جنيه. تمام. لو قعدنا احنا مع بعض القعده الهباب دي وقلنا كده، دي جريمه ممارسه احتكاريه. لو قلنا ان هو ب5 وهنبيعه ب4 يعني نزلنا جنيه. تمام؟ يعني اتفقنا على تخفيض الاسعار. حتى على التخفيض طالما انه تم باتفاق مسبق مش وحده. يبقى ده برضو جريمه احتكاريه. كل يعني في ليله واحده كله يزيد. طب كجمعيه رصدتوا حضرتك الامر ده؟ طبعا احنا رصدين. حصل الوقت اللي فات. يعني احنا رصدين موضوع الدقيق على سبيل المثال. يا فندم الراجل بتاع غرفه المخابز في شعبة المخابز في الغرفة التجارية قال كده. قال من 9000 ل 12000 في 3 ايام. صحيح. ده ايه ده؟ في كده؟ هو هي اوكرانيا بسرعة يعني عملت البهدلة دي؟ مستحيل. الرز من 9 جنيه ل 13 و 14 جنيه مرة واحدة. لا في حاجة مش طبيعية. وزي ما قلنا دلوقتي ان الرز ده بيتزرع فين؟ في الدلتا. صحيح. في قارة الدلتا. قارة الدلتا اللي قريبة مننا دي. جنبنا هنا. مش في أوكرانيا. لا جنبنا. مش في أوروبا. الدلتا تبعنا هنا في الحتة دي. اللي احنا قريبين منها على مقربة مننا. ما, 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 ما فيش أوكرانيا في الحكاية. طب ليه يزيد؟ يقول لك لا ده أسعار عالمية وده يقول لك مش عارف ايه. هو انتهاز زي ما حضرتك قلت. عالمية دي يعني هتشتكينا لربنا. كلمة عالمية دي تفشط. لأن استخدامها مستهلك جدا. أكتر الكلمات استخداما لدى التجار كلمة الأسعار العالمية. طب لو هنقدر كده نحدد نسب على الاستغلال في السوق، وصل لنسبة كام في المية من حجم التجار اللي موجودين أو أصحاب المحلات؟ بس خلينا نقول برضو يعني قريبا يعني. أنا عشان أكون صريح معاك ما أقدرش أحدد نسبة لعدة اعتبارات. لأن دي عايزة دقة. ولما تقول كلمة لازم تبقى، لكن أقدر أقول لك معلومة حلوة. أقدر أقول لك معلومة إن الدواجن، أنا كنت امبارح مع نائب وزير الزراعة الخاص بالثروة الحيوانية، الحقيقة قال لي كلام فرحني امبارح. أنا قعدت معاه في حدود ساعة. خلال الساعة دي احنا تبحثنا حوالين موضوع اللحوم والسودان وحاجات في الإطار ده. احنا الجمعية بتشرف على شبكة منافس بتستهدف إن يبقى فيها كمية لحوم سودانية طول الوقت عشان الناس تاكل لحمه رخيص، لحمه السودان، لان قريبه مننا السودان، مسافه قريبه، في فيدباك لود، بنستفيد من العربيه رايح جاي. صحيح. يعني مش بتروح بس فاضيه وترجع، لا بتروح مليانه وترجع مليانه. تمام. فده بيخلي تكلفه اللحم السوداني اقل. وبالتالي هي افضل حاجه بالنسبه لنا. الحقيقه امبارح النائب وزير الزراعه ووزير الزراعه ابدى تعاون رائع جدا فيما يتعلق بالحكاية دي. وقال لي معلومة خاصة بالدواجن. قال لي الدولة حطت ايديها في موضوع الدواجن. كان الدواجن خلي بالك من قيمة يومين او 3-4 ايام كانت ب40 وحاجة و40. ايوه مظبوط. النهاردة اتحاد منتجي الدواجن بيبعت لي رسالة كل يوم. بيكلموا على انها من 30 ل 33. يبقى احنا اذا نزلت في
10 جنيه من 7 ل 10 جنيه نزول. تم التعامل سريعا مع الموضوع وسريعا. ده دليل على انه الدوله، خلي بالك الدوله مش سهل ان انت تعملي الكلام ده معاها، لانه ده سلام اجتماعي. والدوله مش هتسيب السلام الاجتماعي في البلد ينهار طبعا، لانه دي امن غذائي. الامن الغذائي خط احمر زي الخط اللي قرأ عليه الرئيس بتاع ليبيا ده لو تفتكروا عليه. تمام. لا الراجل ده ما بيلعبش، هتيجي عند قوت الناس وهتشتغل، ولو تابعتم هتلاقوا انه خلال الفترة الأخيرة نائب العام تحرك، بدأ يبقى في ناس بتتحبس وناس بتتعاقب وناس يعني ليه؟ لأنه الدولة كشرت، العين الحمراء بدأت تبان. لأن الناس دي، ما هو ما حدش يقول لي إن في 3-4 أيام أزمة أوكرانيا دي ألقت بظلالها علينا، حرامي.